سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. أكد سيادة الرئيس حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكمان تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة. كمان امبارح استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برونو دانس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وأشاد سيادته بتميز علاقات الصداقة اللي بتجمع بين مصر والبرازيل، وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على تعميق العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيد بريت ماكغورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيدة إيريانا برينغوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصة في ضوء الدور المصري الهام بقيادة السيد الرئيس في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي بايدن، مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط. في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة. كما تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت والمستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. كما تم في ذات السياق مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد السيد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي. تم أيضاً مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو دانتاس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول البرازيلي إلى مصر، مشيدا سيادته بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل
ومؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة. من جانبه أرب السيد دانتاس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، ومشيداً في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة إنتوساي، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة. القوات المسلحة وجهت عدد من الضربات القاسمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، وأكدت أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها، وأنها عازمة على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره. انطلاقاً من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم، وثأراً لدماء الشهداء، تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية. وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية. كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم 11 مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان. وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم. ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون، نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران. هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها، وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب
واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. كمان امبارح كان في مجموعة من الأخبار المهمة زي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء واللي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وكمان الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي حياة كريمة، وأخيرا أخبار تانية كتير هنعرفها من التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اللي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر اللي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية الوطن وصون مقدراته. كمان الدكتور مصطفى مدبولي قال إنه هيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي أول الأسبوع اللي جاي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. امبارح كمان عقد الدكتور مدبولي اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وقال إن المبادرة بتعمل على تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. أيضاً امبارح شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يستهدف التعاون في مد الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة.